مستمرين مع حضراتكم، وايه اليوم الحلو ده نقوله للكابتن طارق خير. ازيك كابتن طارق؟ والف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن اسلام، وزي حضرتك. الف مبروك، الله يبارك فيك. سعداء جدا النهارده زي ما احمد سعد بيقول، ايه اليوم الحلو ده؟ النهارده بدايه اليوم كانت جيده، بدايه اليوم اصل انا يومي بيبدا الساعه 10 مع البرنامج يعني، فبدايه اليوم النهارده بعد انتهاء البطوله وفوز النادي الاهلي باول بطوله للسيدات هذا الموسم يعني. الحمد لله، يوم حلو طبعا. يوم حلو، كمل بقى بقيه الحلوين. انا لسه حد بيكلموني في التليفون في المايك يعني، فبقول لهم يا جماعه انا بشوفكم على طول، لكن البنات الحلوه دي انا ما بشوفهاش كتير في معانا هنا في الشاشه، فسعداء جدا بوجودكم معانا. ازيك يا دينا؟ ازيك كابتن اسلام؟ الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. كله تمام؟ كله حلو. نادين؟ ازي حضرتك؟ الف مبروك. الله يبارك فيك. كله شكرا. كويس؟ الحمد لله. الف مبروك مره ثانيه يا هاله، ويعني هاله مصطفى ونادين السلعوي ودينا دينا عمرو. ايوه، هذا الثلاثي اللي هيكون معانا النهارده زي ما حضراتكم عايزين نفضل قاعدين لغايه الصبح. انا معاكم، ما عنديش اي مشكله النهارده، وطبعا معاهم اخوهم الكبير او والدهم زي ما حضراتكم عايزين، او كابتنهم بقى، كابتن طارق خيري المدير الفني لساله السيدات. كابتن طارق، اشرح لنا ايه اللي حصل النهارده والبطوله الاولى للنادي الاهلي سيدات في السله طبعا. لا انا الاول انا بشكرهم، بشكر جمهور النادي الاهلي. نعم. وبقول لكابتن محمود الخطيب النهارده وصل بالسلامه. ما انا بقول لك اليوم الحلو يعني، ما هو البطوله وبعد كده الكابتن خطيب، فيعني احنا ليه بشكرهم؟ لان احنا انت عارف ده دوري مرتبط. نعم. عندنا فرقه 16 سنه، فرقه سبورتنج، فرقه كويسه، فخسرنا منهم الماتشين. لو لا قدر الله كنا خسرنا اي جيم من الاثنين الكبار كنا خسرنا البطوله. هم قدروا يكسبوا فريق الدرجه الاولى سبورتنج كبار، نكسب الماتشين. على جيم النهارده احنا عندنا اول امبارح الماتش الاولاني للمحترفه اصابه المعتاد، يعني ان هي اي لعيب بيقع منك بيبقى ليه دور سلبي او سنه بيقل من الفرقه. الولاد على رجاله، مش حسينا ان هي موجوده، بالعكس كانوا افضل دفاعيا او هجوميا، كانوا مركزين جدا، والتوفيق الحمد لله كان في صالحنا. وصلنا في النهايه ان احنا عاملين جيم كويس قوي بنتيجه كويسه تشرفنا وتشرف الولاد.